السلام عليكم. أنا إنسانة مصابة بمصيدة السرطان، عشت منذ سنة 2021. اكتشفت في الوقت اللي كان كوفيد، مشيت فقط ندير تحاليل طبية، وكنت كندوز عند طبيبة ديال العائلة، كتراقبني منذ سنوات، هي اللي اكتشفته ونصحتني أنني ندير تحاليل ديال سرطان الثدي. وفعلا درت التحاليل الأولية، كانت بسيطة، كانت الأولى ديالها هي الماموغرافي اللي بان فيها على أساس أنه سرطان. ومن بعد توجهت إلى طبيب جينيكولوج اللي من بعد منه طلب مني ندير لابيوبسي، ولما درت لابيوبسي اتضح بأنه سرطان من الدرجة الثانية. من ثم بدأت الرحلة ديال ما نقولوش معاناة، ولكن هو مرض كمرض كباقي الأمراض. أعطاني ربي واحد القدرة ديال أنني نتقبل المرض، وأنا كنظن شخصيا يعني من التجربة الخاصة ديالي أن تقبل المرض أولا كيخلي النفسية ديال المريض أنها تكون عالية، والثقة في الله كبيرة، لأن بزاف ديال الناس تيشوفوا على أساس أنه مرض يؤدي إلى الموت، وأنا بتجربتي لا، المرض ما معنيتوش الموت، هو مرض كباقي الأمراض كخص الإنسان يعرف يتعايش معه. تحية كذلك للأخت ديالي اللي عاشت معايا ظروف زوينة اللي خلتني أنني ندوز مراحل كبيرة في هذا المرض، ولكن يعني بفضل ما نقولوش مجهودات حد الآخر، الشخص خصو يبدأ بالجهد من عنده هو، يعني أنه يتقبل المرض، لأن كنشوف 50% ديال العلاج يبدأ بالشخص من ذاته أولا، أنه يتعايش معه كأنه مرض بسيط، أنه كيدوز مرحلة ديال لاشيميو، مرحلة ديال لغاديوثيرابي، المرحلة ديال العلاجات بالأقراص، الهرمونوثيرابي، والمحيط ديال الإنسان كيلعب دور كذلك في نفسية الإنسان اللي تيكون مريض، وهذا اللي كندعي به جميع العائلات اللي تيكون عندهم النساء ديالهم، الآباء ديالهم، الأولاد ديالهم مرض، أنهم يوجدوا لهم واحد الوسط جيد، ماشي ديال على أساس التعامل معه على أساس أنه مريض، ولكن فقط أنهم يتعاملوا معه كأنه كإنسان طبيعي عادي بحال وبحال جميع الأمراض. أنا التجربة ديالي الحمد لله استطعت بأنني نتخطاها، أننا المرض الحمد لله إلي ميتريزي دابا في هذا الوقت، هذا ما كاين حتى شي، يعني ما كاين حتى شي، وصلنا أننا تخطينا لا شيميو ما بقيتش تنعملها، لا غاديوثيرابي ما بقيتش تنديرها، دابا بقات كندير فقط لورمونوثيرابي. جيت يعني سمعت بأن كاين جمعية ديال مرض السرطان اللي هي دار زهور، توجهت لها وأنا ندمانة حيت ما جيتش من الأول، لأن الصراحة فيها جميع ما يمكن أنه يخلي المرأة أنها تحس بعد تتعامل مع نفسها، أنها تتهلا في رأسها، أنها يعني كاين بعض الرياضات، بعض الأنشطة اللي كيخليوا المرأة أنها تعيش حياة أحسن، أنها تعاود تحاول تدخل المجتمع بطريقة مثلى. وكنوجه تحية لجميع النساء العالم، وتنقولهم بأن هذا مرض ما كيخوفش، بالعكس التقنيات الطبية الحالية عالية جدا، كتخول المرأة أنها تقوم بجميع العلاجات وأنها توصل للعلاج النهائي من هذا المرض والشفاء، شفاء تام. الحاجة الوحيدة اللي كنصح بها اللي هي مهمة جدا، أن الإنسان ما يترددش أنه يمشي في التشخيص المبكر، لأن كل ما كان تشخيص مبكر كل ما العلاج كيكون فيه شفاء نهائي. كنطلب من جميع النساء أنهم ما يبخلوش على رؤوسهم، وكنتمنى لهم صحة جيدة.